المرحوم فاروق إبراهيم. أشرف على تدريبه المدرب النمساوي مندا عند بداية انضمامه لمركز شباب الفيحاء. انضم للنادي القدسي عام 64 بعد دعوة من عثمان العصيمي نجم القدسية السابق. كانت أول مباراة دولية له مع القدسية أمام فريق شانغهاي الصيني. عصر أبرز نجوم النادي في ذلك الوقت. مثل المنتخب الوطني سنوات عديدة، كما شارك في العديد من دورات الخليج، وقد سبق له وأن حصل على لقب الهداف أكثر من مرة على الرغم من أنه كان يلعب في مركز الوسط. أطلق اسمه على ملعب بنادي القدسية تقليدا لذكراه. اللاعب الممتاز اللي يحمل دائما رقم 8 وتقريبا يعتبر من أحد معالم الفرع عندنا في الكويت، معانا الآن فاروق إبراهيم. المرحوم فاروق إبراهيم يمكن أنا أعرفه أكثر من 30 سنة، من أيام ما كنا بالأندية الناشئين والأشبال، هو عن طريق نادي شباب الفيحة أعتقد كانوا هناك وانتقل إلى القادسية. فمعرفتي فيه كبداية ذيك المرحلة الناشئين، مبارياتنا مع بعض الأندية، وبعدين بدأت تزيد علاقتي وياه لقاية ما انضميت أنا وفاروق إبراهيم للمنتخب سنة 69. كنا نتدرب أيامها على ثانوية شويخ، وكنا أنا وأخو تقريبا أصغر ناس اختارونا للمنتخب، أعمارنا بالـ18 تقريبا، وكان المنتخب يضم كبار اللاعبين وفطاح للاعبين مثال الدولة الخشرم، عصيمي، المسعود، صالح زكريا، الشراح، رشدان. فإحنا كبداية كنا صغار يعني رايحين ومثل ما تقول هايبين الموضوع هذا، صغار، وكنا نروح يميع بسيارة واحدة، يوم أروح بسيارته يوم يروح بسيارتي. فهذه علاقتي بدت ويا فاروق بالأيام الأولية، وزادت العلاقة. وحتى في أثناء المباريات جات فترة يمثله نادي القادسية كابتن وأنا كابتن، وكنا نلتقي حتى بعد المباريات، يعني مو شرط يكون إلا في المباراة ألتقي وياه أو في المعسكرات، فكنا نلتقي حتى برا مجالنا الرياضي. كان فاروق بالنسبة لي مثل الأخ، كان إنسان خلوق مؤدب، كان إنسان راعي دين وخلق، راعي خير، يحب الخير للناس. كنا دائما مع بعض نمشي دواوين نروح يميع، كنا حتى لما سكننا جنب بعض من بيوت المنتخب اللي فزنا فيها سنة 76 دورة قطر كان جاري، فحتى المسجد نروح يميع. أيام رمضان الفضيل كنا مع بعض نروح التراويح، نروح صلاة القيام بالليل. ففاروق يكملني وأنا أكمله، فكنا يعني مترابطين حيل، مشاويرنا مع بعض، الأهل يزورون بعض. كان فاروق إنسان في الملعب من أفضل اللاعبين في منطقة الوسط، كان لاعب فذ، لاعب خلوق، مهاراته عالية. إلى الآن أنا ما شفت من ترك الكرة الله يرحمه فاروق، إلى الآن أنا ما شفت واحد في مستواه الرياضي. كنا نحسب الحساب لما تصير مباراة بين الكويت والقادسية، كنا نركز عليه لأن ندري فاروق من اللاعبين اللي إذا قط كرة للهجوم يعني خلاص، فكنا دائما نركز على أن نمنع فاروق لا يباصي باصاته البينية الخطرة حق أي لاعب، وخاصة القادسية يملك لاعبين ونجوم مثل فيصل وجاسم. حتى في بعد ما ترك الكرة درب في القادسية وأصبح مساعد مدرب، وكذلك انضم للاتحاد، وكان هم في أذكر أيامها كان مساعد مدرب في الاتحاد الكويتي. ففاروق أيامه ما تنسي، يعني تشهد الأشرطة
التلفزيونية والمباريات. كان أيام دورة الخليج من الهدافين، وخاصة في الدورة الثانية أعتقد اللي في السعودية. فاروق يعني تقريبا موسوعة كاملة، إنسان ما يتعوض ولا يمثله. جيل راح هذا صعب إنك تعوضه، وأتمنى إن شاء الله أن يخرج جيل بهالمستوى ويعوض اللي فات ويرتقي في المستوى الرياضي اللي بالكويت إلى أحسن إن شاء الله. بتموت في النص وبتهدى، بتحس ان اللعب فيه هدوء. كورنر فاروق ابراهيم لعب الخطره بعد الجول، فتحي عطى جول، عطى باصه فتحي جول. طبعا شرفني ان اتكلم عن المرحوم فاروق ابراهيم وعن ذكرياتي معاه. حقيقه يعني كنت اتمنى ان تكون في يعني مجال يعني افضل من هذا، ولكن القدر ما يعني ما اعطى العمر و طفى القدر منه. الله يرحمه ويسكنه في جناته ان شاء الله. ولكن بدي اقول بعض المعلومات عن المرحوم فاروق ابراهيم. طبعا بدايه معرفتي بفاروق ابراهيم كانت في منطقه الفيحة ومركز شباب الفيحة. كنا اثنيناتنا من سكان منطقه الفيحة، وكنا نتلاقى مركز شباب الفيحة. طبعا كان اكبر منا سنا، يعني مو كبير وايد، لا بالسنوات ثلاث اربع سنوات بس. كان وهو صغير فنان وتحس فيه موهبه كرويه، وكنا دائما نتمنى نصير مثله ونوصل مواصيله بالفن والمهارات. بعدين فاروق ابراهيم طبعا اكبر من سنه كان مع الناشئين واحنا مع الاشبال. فش اسمه كان في كشافين ذاك الوقت، اذكر من ابرز كشافين محبين الغاسيه كان الاخ يوسف الحمود. اكتشف فاروق ابراهيم وقدر يسحبه من مركز الشباب فيحة الى الغاسيه. وبعدين خلال سنه سنتين سمعنا ان فاروق ابراهيم احد نجوم الغاسيه الفريق الاول. بدأت تظهر موهبته وبدأ يظهر في الساحة الرياضية وبدأ ينشر بالكويت. وبعدين احنا نروح مدرسة نقول الله تصدقون فاروق ابراهيم رفيجنا، نستانس ان فاروق ابراهيم رفيجنا يلعب بالغاسية الفريق الاول، وانتشعت قدام الصبيان ان فاروق ابراهيم رفيجنا. طبعا بعدين مع الايام انتقلت انا للغاسية. كان اذكر يعني لما نقول روح الانسان الرياضية ومحبته للنادي والفنيلة، مثال فاروق ابراهيم كان هذا مثال عظيم وكبير للولاء والمحبة للفنيلة اللي يلبسها. كنا ذيك ساحنا صغار ما عندنا سيارة، كان عنده سيارة صغيرة بيضة أذكرها. يمرنا واحد واحد لاعبين غاتسية اللي نروح نتمرن، ياخذنا بسيارة صغيرة يمكن نركب احنا ست لاعبين. تلقانا مترصين يمكن واحد فوق الثاني، على ما نوصل النادي السيارة تكع يارا تمشي. فكان يعني طول الطريق ضحك وسواله وتشجيع وحمسنا على التدريب، وكان قدوتنا حقيقة في التزامه في التدريب. يعني كان تمريننا الساعه 3، 3 الا ربع كنا بالملعب. وديه واحد منا تاخر مشي عنا، علم الالتزام وعلم شلون يتعامل مع ربعه. وبالفعل طبعا تعلمت فاروق اشياء كثيره من التعاون وحب الكره والاخلاص والوفاء بالملعب. طبعا كنا احنا صغار يودينا وردنا التدريب، حتى مرات يمكن هو ما عنده تمرين او متعور هم ياخذنا يودينا وردنا. كان عنده محبة وولاء لنادية ولفنيلته وربعة وخلاصة لزملائه. أيضا طبعا كنا فوق هذا من الملعب يناديني جاسم، أنت شوت شمال زين، ليش ما تدرب على اليمين؟ هو اللي خلاني لما أنزل الملعب قال لي بالبداية ربع ساعة هذه سخن زين وفصخ لابتشينك الشمال وبدأ شوت يمين عشان ما تشوت شمال. فبدأت تعلم فاروق ابراهيم شوي شوي اليمين. بعدين قال لي جاسم انت ما شاء الله طويل بالقفز، علمني شلون توقيت الكره بالكرات العاليه شلون اوقف. يعني حتى كثير من الناس يقول شلون انت متفاهم مع فاروق ابراهيم؟ كنت فاروق ابراهيم استاذي، يعني كنت لما يرفع لي الكره بالتمرين اعرف وين بيقطها، هو يعرف وين انا واقف. فبالفعل فاروق ابراهيم كان استاذي وكان يعني من الناس استفدت منهم وايد. ايضا كان علمني شلون احترم زملاء اللاعبين، شلون احترم مدربيني، وكان دائما ينصحني التزم بالمواعيد، احترم اسمع شو يقول لك مدربك، مدربك استاذك مثل الاستاذ ما بالصف يبي يوصل لك معلومه، المدرب ايضا يوصل لك معلومه. ايضا الاداريين احترمهم لان هم جايين لكم مشرفين عليك. بالفعل تعلمت من فاروق ابراهيم الامور هذه كلها وما انساها له. طبعا علاوه على ذلك يعني كثره يعني زمالتي معاه بالروح والجايه
وايضا في منطقه واحده واحيانا حتى الديوانيه بالليل تلاقه. فزاد التفاهم بيني وبينه انعكس على الملعب، يعني حتى مثلا بالملعب لما تصير عند الكره يعرف اني قطه ومغمض انا وين اكون، فتلقى الكره يعني فاروق ابراهيم الله يرحمه كان يرفع الكره او عرضيه يلقاني قدامه اقول وايد، يعني قولت وايد ادير له بكثير من الاهداف صنعهم لي وصلحها لي. طبعا كان يقول لي كلمه كبيره ولا زلت انا اقول حق اخواني اللاعبين، قال لي جاسم شوف لا تنغر على احد، لا لاعبين لا جمهور لا مدربين، الجمهور اللي يصعدك فوق هو اللي يرضك تحت، فاحترم الناس واحترم جمهورك تحترمك. بالفعل ما انسى كما قال لي وانا رديت لي الان اللاعبين كلهم. اضافه لعلنا الله يرحمه فاروق ابراهيم كان مستقيم وكان ملتزم في دينه وحياته الاجتماعيه كلها وكان مثال الخلق والاخلاق. طبعا فاروق ابراهيم انا مباراه اعتزال لما انساها وكنت متحمس اني اقدم شيء لفاروق ابراهيم وبالفعل سجلت فيها جول او جول انا ناسي اساس اني اقدم شيء لفاروق ابراهيم باعتزاله، وبالفعل الحمد لله توفقت وقدمت مباراه زينه هديه لفاروق ابراهيم. بس انا اعتقد يعني فاروق ابراهيم اعتزاله خسرنا لاعب فنان في وسط الملعب منتخب الكويت صعب انه واحد يغطي. كذلك طبعا فاروق ابراهيم ما نسى الكره ولا هجرها، اخذ دورات تدريبيه ودش مجال التدريب وصار مدرب ناشئين القادسيه وطلع كثير من اللاعبين، ما ابي انا اقول اسمع عشان لا انسحد، ولكن كثير من اللاعبين نجوم القادسيه ظهروا على يد فاروق ابراهيم، استمر ولاء القادسيه وعطاء القادسيه. ما انسى فاروق ابراهيم الانسان لما انا صرت بالجلطه في المستشفى تفاجأت كان مغرب العصر الا فاروق ابراهيم داش مع اربع خمس لاعبين من القادسيه الصغار اللي كان مدربهم جايبين كاس البطوله، كانوا يلعبون بالجهره ماخذين البطوله هذه، ومر علي بالطريق وقال هذه هديه من اللاعبين لك ما ينسونك ولا ننساك احنا يا جاسم يعقوب. بالموقف هذا ولا زال الصوره محتفظ فيها واعتز فيها من الانسان الطيب الله يرحمه فاروق ابراهيم.